نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في العاصمة المكسيكية نصبوا خياما أمام الجامعة الوطنية المستقلة كبرى جامعات البلاد، وذلك احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وضع الطلاب أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من بينها عاشت فلسطين حرة، كما طالبوا الحكومة المكسيكية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. الاحتجاجات الطلابية انتقلت إلى جامعات كندا، حيث أقام عدد من الطلاب مخيم اعتصام في جامعة تورنتو وآخر في جامعة أوتاوا، وذلك للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. ورفع الطلاب شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع وتطالب بوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين وبوقف تعاون الجامعات الكندية مع إسرائيل. كما تظاهر طلاب جامعة سيدني الأسترالية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد المتظاهرون مواصلة الاحتجاجات الرافضة للإبادة الجماعية داخل القطاع والمطالبة بوقف الدعم والتعاون مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.